طلاقة شوطنا السادس مشاهدينا ومتابعينا الكرام، شوطنا السادس والخاص بالقعدان هنا أيضا وانطلاقاتهن وتحدياتهن. سير هنا مع الصدارة مزعل محمد بن عبد الله بن معيض النيالي من يقدمه على الصدارة وعلى المركز الأول، المركز الثاني براق خليفة بن حمدان بن محمد الحميري، من يأتي على المركز الثاني والمركز الثالث ملازم خليفة بن سلطان بن رشيد، المركز الرابع جساس حمد بن عبد الله بن علي بوهليبة، ومن الجانب الآخر المنطلق ثمين عبد الله بن سعيد بن طارش المسافري. هذه هي الخمسة الأسماء الباحثة عن الناموس والتحدي، وخلف المراكز أيضا أسامي تتواجد بهذا الانطلاق. نتابع ونتأسير إلى صدارة هذا الشوط هنا والمقدمة والمركز الأول هنا. إذن مزعل المسيطر على زمام الأمور وعلى صدارة، محمد بن عبد الله بن معيض النيادي على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني براق خليفة بن حمدان بن محمد الحميري يأتي على المركز الثاني، وعلى المركز الثالث هناك جساس حمد بن عبد الله بن علي بن حمد بوهليبة، الوصول من قبل شاهين محمد بن حمد العويسي من يأتينا هذا الانطلاق وبهذا الأداء الجميل. وعلى المركز الرابع والقادم بهذه اللحظات هنا والمتسلل ملهم لمحمد بن سهيل بالغبشي الشريفي يأتينا هنا على المركز الخامس. هذه هي النتيجة هنا للمراكز الخمسة الأولى، ونعود إلى الصدارة إلى المقدمة. لا زال مزعل هو المسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المركز الأول صدارة هذا الشوط، ولكن أرى التغيير من براق هنا، من غير على الصدارة وعلى المقدمة. براق ومزعل في صراع هنا وتحديات جميلة. الله هنا الصدارة بين الاثنين. هنا عاد مزعل من الجانب الآخر، عاد مزعل هنا بانطلاقة محمد بن عبد الله بن معيض النيادي وبراق خليفة بن حمدان بن محمد الحميري، وعلى المركز الرابع أو المركز الثالث شهير محمد بن حمد العويسي، ووصل ملازم خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. غير ما شاء الله من مركز إلى مركز، إلى الصدارة إلى المقدمة وإلى المركز الأول. هناك ملهم محمد بن سهيل بالغبشي الشريفي، والقادم جساس حمد بن عبد الله هنا بن علي بوهليبة القادم، ولكن صدارة هذا الشوط ملازم من غير على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. أم لازم هنا بانطلاقة خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، ومن الجانب الآخر شاهين محمد بن حمد العويسي من يأتي على المركز الثاني، وثالثا هنا يأتي براق خليفة بن حمدان بن محمد الحميري، والتحدي بين ملازم وبين شاهين، ملازم وشاهين وبراق. الله الله التحديات الأخيرة، ولكن هنا أم لازم هو الأقرب للفوز، الأقرب للناموس. هذه اللحظات هنا وصدارة هذا الشوط والتحدي الأخير. إذن أم لازم على الصدارة أم لازم على المقدمة وعلى المركز الأول؟ سلام لجميرة، سلام على هذا الأداء الجميل هنا لملازم وتحدياته ولحظة وصوله واقترابه من خط النهاية، معلن الفوز ومعلن الناموس. تهانينا لأبو مانع خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، ولحظة الوصول إلى خط النهاية. المركز الثاني براق خليفة بن حمدان بن محمد الحميري، المركز الثالث محمد بن حمد العويسي، المركز الرابع من وصل سكر عبيد بن حمد بن مطوع بن ضحي القتبي، وأربع دقائق و50 ثانية هو التوقيت الزمن.